بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مصابيح خير ونور وشراعات بشرى، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على الخائنين للرحمة. والله أكبر في كل مكان وزمان. ألا إن لله، آية 66 من سورة يونس عليه السلام. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن، أي إلا الخيال المريض الذي لا صلة له بالواقع، خاصة الواقع الأول هو الله لا شك فيه، وواقع الثاني هو وحدانيته لا شركاء له. ودائما دائما نكرر لعل البعض منكم يفقه بعض ما أتى في القرآن العظيم. من كشف حال الأعداء الخونة لله، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. لعل البعض منكم كيف يرى كيفاش خرب يكشفكم وكيفاش يكذب فيكم وكيفاش يحذر فيكم من عقبة كحلة سودة دنيا وآخرة. لعل البعض يلي تاخذوك رعشة من الخوف وتجيه دهشة وكل كان فيه. أي صح النوم، أنت فين؟ تبع كلام رب العالمين تولي تعرف أنت من أنت وأنتم من أنتم، ومن فمك يبدأ الإصلاح، والرب يحب المصلحين، وليتوب ويصلح. الله سبحانه وتعالى يقلب له سيئاته وما كرره إلى حسنات، وما قيمة بركات اللي فيها ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونرجع إلى الآية دي 66 سورة يونس عليه السلام.